كلما ذكر اسم المسجد الأقصى في جميع وسائل الإعلام العالمية ظهرت صورة مسجد قبة ذات اللون الذهبي والسبب الرئيسي وراء ذلك هو مؤامرة صهيونية. العديد من المسلمين غير المسلمين شرعوا على سبيل الخطأ المصيبة في ذلك المسلمين أصبحوا يفرقون المسجد الأقصى. إذن هذه لفتة كريمة طيبة وهو أمر ينبغي أن ننتبه إليه وجزاك الله خيرا. إن المسجد الأقصى ماشي هو قبة الصخرة وعديان الله من الصهاينة يحاولون أن يروجوا أن المسجد الأقصى هو هذه القبة فقط، فهنا المسجد الأقصى هو غير ذلك، هو أكبر أكبر من ذلك. والمصيبة ماشي هي غير ترويج هذه، المصيبة ما يقع للمسجد الأقصى الآن. تعرفوا شنو هو المسجد الأقصى؟ تعرفوا السكوت ديال العرب؟ تعرفوا السكوت تاع المسلمين؟ تعرفوا شنو هو المسجد الأقصى؟ واحد التهويد كانوا بكري ما يخليوش اللي يصلي فوق 40 عام، الآن فوق 50 عام ما يصلي حد وصافي ما يدخلش للمسجد. أما الحفر لتحت الحفريات تصدعت وتشققت حيطانه وهو آيل للسقوط. أما قضية ما يسمى بحي البستان والأحياء نتاع القدس الشرقية صدر قرار من المحكمة باش يخرجوهم بدعوى أنهم ما عندهم شيء التراخيص، يخرجوهم نهارا جهارا والمسلمين ساكتين. والآن قدس الشرقية ما بقاش، هودت، بل إن فلسطين 67 وفلسطين التاريخية بقت فيها 3% التي يفوض عليها هذا الذي يسمى صايب عريق، هذا الذي يسمى من عبد السلام فياض وصحابه. 3% في راسه فلسطين انباعت في الشوارع والمسلمين راقدين. وين راها منظمة المؤتمر الإسلامي؟ وين راها منظمة الجامعة العربية؟ واسمحوا لي أن يطالبوا فقط وحدة، يخصهم يوقفوا الاستيطان ونوليو نتفاوضوا. أما أنت صافي بقات قضية فلسطين الوصمية قضية استيطان. هذه المغتصبات السرطانية التي تنتشر كالفطر في أراضي فلسطين 67 في الضفة الغربية، ولا الآن يقول لهم الله يخليكم كاين زوج شروط باش تفاوضوا، اعترفوا بالدولة اليهودية باليهودية خالصة، وثانيا مزموية ثانيا اعترفوا لنا باش نوقفوا الاستيطان، باش نوقفوا الاستيطان خصكم تعترفوا بالدولة اليهودية وعاد نوقفوا، عاد نوليو نديروا ونوقفوا توقيف مؤقت ولمدة 6 شهور. يا لطيف، هذه القضية هكذا ولات؟ ما بقوا يهضروا على جدار، لا على ثوابت القضية، لا على لاجئين، لا على القدس، لا على المسائل الجوهرية. مشكلة مشكلة، أرى بنادم ينزف دما. ولكن لما تقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وصلى الله على حبيبنا محمد.